بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ونسأل الله العظيم الكريم القوي أن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين ولبنان وفي جميع بلاد المسلمين، وأن يرفع الضر عن أمة محمد في كل مكان، إنه على ذلك قدير كريم، وأن يوقظ الغيرة في قلوب المسلمين لنصرة دينهم وإخوانهم وتحرير مقدساتهم، اللهم آمين. وبعد، لم يتسنى لنا أن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر الماضي لأننا لم يعني نأتي في الموعد، لكن نحب أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على لوحة فنية من حياته صلى الله عليه وسلم، وخلق كريم نتمنى أن يعود إلى حياة المسلمين، خاصة وأن واقع المسلمين الآن أو واقع العالم الآن في بلادنا، في بلاد المسلمين في المنطقة العربية، هناك ثلاثة مشاريع: مشروع السرطان الصهيوني وهو شغال على قدم وساق وهو ذراع الشيطان الأكبر كما يعرف الناس جميعا في منطقتنا، يريد بعد ما احتل أرض فلسطين يريد أن يكمل، ولعلكم رأيتم النتن عندما خرج في الرمم المتحدة بخريطة لغى فيها بعض الدول وقال على بعض الدول المنبطحة الذي كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لست أنا، كفر من يتعاون مع الكفار كفرا بواحا، بل جعلهم مرتدين. واللي يحب يرجع إلى الفتاوى يرجع للشيخ عبد المجيد سالم سليم شيخ الأزهر سنة 47، والمحمود شلتوت والعلماء الأزهر في سنة 66، وسيجد هذا الكلام بالتفصيل الممل. كل حتى من يساعدهم فكرا أو مالا أو إطعاما أو استيرادا، كل هؤلاء من نظر علماء المسلمين مرتدين، يعني لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. تخيل انت، هذا واقع المسلمين. فالصهاينة بيعملوا مشروعهم، والمشروع الشيعي على قدم وساق، احتلوا 4 عواصم عربية: العراق، لبنان، سوريا، اليمن، وهم عندهم هذا الأمر، يريدون التمدد. لقارئ التاريخ يعرف أن القرن الثالث أخره والقرن الرابع كان قرن الشيعة، فما زالوا هم يريدون ويحلمون بعودة مصر وغيرها إلى حاضنة الشيعة مرة أخرى، هم يحلمون بذلك، وبيشتغلوا ذلك المشروع. المشروع الأكبر بقى بتاع كنتم خير أمة أخرجت للناس، أين هي؟ مشروع مختطف. الاحتلال لم السلاح من الشعب وكون شوية ناس قال عليهم عسكر، وخلى العسكر ده يوجهوا الضربات لمين؟ للشعب. ما يطلقوا طلقة واحدة على مين؟ على عدوهم. للأسف الشديد حصل عملية ممنهجة لإضعاف وإخلال التوازن عند الشخصية المسلمة، فأصبحت الشخصية المسلمة شخصية منهزمة، في داخلها شخصية منهزمة. لكننا لو عدنا إلى ديننا وإلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة طيبة. هذا مثال يحتذى، لابد للمسلم أن يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. أنا أدري يعني كثيرا ما أردد هذا الكلام، أن كثير من المشايخ والعلماء إذا حدثوك عن رسول الله يكلمك عن رحمته، هو كان رحيم، عن سلميته كان بيعمل سلام، كان متواضعا، كان متواضعا، لكن ما يحدثوك عن شجاعته وقوته وإرادته وغزواته ونصرته للمظلوم والانتصار من الظالم، ما يحدثوك عن ذلك. فأصبحت الأمة كلها أكثر خطباء المساجد عندما يأتي شهر ربيع أو يتحدث عن رسول، يتحدث عن
رحمته بالناس، رحمته بالأطفال، رحمته بالزوجات، رحمته بالحيوانات، رحمته طب والقوة فين والتخطيط والإرادة اللي بنى بها دولة عظيمة جداً امتدت على مشارق الأرض ومغاربها في 26 عام بعد وفاته، الذين رباهم فتحوا الدنيا كلها بقارتها الثلاث القديمة اللي هي إفريقيا وآسيا وأوروبا، كان من جبال التبت إلى فرنسا، كل ده كان تحت حكم المسلمين. على فكرة كان تحت حكم مين؟ الخلافة الأموية اللي بيشتموها الجماعة التانية دول، دي كان تحت حكم المسلمين. هؤلاء المسلمين فين المشروع المسلم؟ مشروع مختطف للأسف الشديد. نسأل الله أن يعني يوقظ هذه الأمة، اللهم أمين، وأن يزيل هؤلاء المجرمين عملاء الغرب الذين تسلطوا على أرزاق الناس وتسلطوا على أفكار الناس. وللأسف الشديد يعني أصبح عند الناس هوان كبير جدا. شوف الآن الحاصل في العالم الإسلامي، الحاصل في العالم الإسلامي، شوف حزب الله نحبه ولا نكرهه؟ حزب الله، حسن نصر الله مجرم ولا مش مجرم؟ دايما الضعيف بيعمل ايه بقى؟ الضعيف احنا الضعفاء دلوقتي ولا احنا شايف نفسه قوي؟ احنا الضعفاء. الضعيف بيعمل ايه؟ يقعد يتفرج، وبعدين بعد ما يتفرج يعمل ايه؟ يشوف الضعيف ويشتغل عليه، يضغط عليه. لما بنيجي نكلم الناس، خد بالك عايز اقول كلمة مهمة جدا، هناك في فكر في فرق كبير جدا بين الصالح والمصلح. افهم الكلام ده كويس قوي. لو جبت لك شيخ هنا يقرا القران بصوت جميل، يا سلام، كله اقول الله، الله ينور عليك يا حبيبنا، وبوس دماغه وايده. لو قعدت واحد هنا واتكلم في الفكر الاسلامي هيحصل ايه؟ مشاكل. ناس هتقول لك ده كويس، وناس يقول لك ده ابن 60 في 70، ده ماجور شغال تبع مع ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال لك الحكيم مين هو الحكيم؟ العاقل مين؟ هو الذي يميز بين خيرين، مش يميز بين الخير والشر. الخير والشر بتعرفه القط، بيعرفه الطفل الصغير. انما الحكيم هو الذي يميز بين ايه؟ بين خيرين ايهما افضل، وبين الشرين ايهما اقل. طيب هل انا كده بدافع عن حد؟ انا مش بدافع عن حد. لما تنظر كده في الميزان، ربنا عنده في الميزان كفة الحسنات وكفة الايه؟ طب ليه عمل كده؟ عشان يعلمنا لما نيجي نوزن، مش كده ولا ايه؟ لو بوجهة نظر اهل غزة، حزب الله ونصر الله له ايه؟ قائمة شرف، مش كده؟ ضرب على الصهاينة شوية صواريخ، مظبوط؟ طب وبكلام السوريين واللي حصل معاهم والمخازن اللي عملوها هناك واغتصاب النساء وقتل الناس، مجرم مجرم. يبقى عنده ايه؟ عنده كذا، عنده خير وعنده ايه؟ وعنده شر. لكن السؤال او سؤالين، السؤال الاول، هي الصهاينة قتلوا حسن نصر الله عشان هو بيقتل السوريين ولا عشان هو بيدافع عن الفلسطينيين؟ يا راجل صحيح الكلام ده؟ عشان بيدافع عن الفلسطينيين. ده رقم واحد، ده رقم واحد. رقم اثنين، رقم اثنين، الوقت الراهن الضعف اللي احنا فيه، لو بينك وبين اخوك مشكلة، بينك وبين اخوك مشكلة، هل المشكلة دي لما يجي لك عدو من بره، من بره، تقعد تتعارك انت واخوك؟ طب سؤال، انتوا فاكرين شافز لما طرد الكلب اللي كان عنده؟ كلنا انبسطنا صح؟ وانا خطبت عنه والله، والله العظيم، وقلت للناس اعملوا ايميلز واكتبوا لي، ما اعرفش انجليزي زيكم، قلت له اكتبوا لي ايميل وهاتوا لي بتاع الايميل بتاعه ده وبعت له شكر. مظبوط. لكن لما وقف مع مين؟ مع الكلب وبيضرب الناس بالنبالم وبالبرميل، لا كان كنت ضده. في تمايز بين الاثنين، تمايز بين الاثنين. اذا كان الكافر شكرته لما عمل ايه؟ لما عمل الموقف ده. طب وده اللي بيضربهم بال السؤال الرابع ولا الخامس، هم يا اخويا كنتم خير امتي اخرجت للناس، حد منهم قال كلمه؟ قال عيب حتى؟ قال عليهم عيب؟ يا راجل ده بيكفل المطارات بتاعته عشان امريكا تشتغل، والتاني حابسهم عشان ما يوكلهمش وعنده
27 شركة بتوصل الأكل والشرب للصهاينة ومنع المية والخبز عن أهل غزة. الله يرضى عليكم. أمور المسلمين محتاجة عقل مفكر. العاطفة بتودي الناس في دهية وهم بيلعبوا على الموضوع ده، بيلعبوا على الموضوع ده. والتواصل الاجتماعي الآن بقى كل واحد ممكن يعمل اللي هو عايزه. أنا ممكن أجيب لك الشيخ أكبر شيخ في الدنيا قاعد بيقول كلام وسخ، بيقول كلام حرام، كله بتشات جي بي تي شغال فيديوهات ويطلع لك الشيخ بيفتي فتاوي بضرب نار. إنما أنت عاقل، أنت صاحب عقل. صاحب العقل ده بينظر للأمور أمور مجردة مجردة. طيب الشيعة دول موجودين من أيام سيدنا عثمان مش كده؟ والآن تشكلوا كمذهب سياسي، مظبوط ولا إيه؟ مذهب سياسي. ذراع إيران بقى ولا من ذراع إيران؟ هم يعني أهل السنة طبطبوا على أهل غزة، وكان أهل غزة هيروحوا لبتوع الـ ها؟ صح ولا إيه؟ العقل بيفكر كده. العقل، أنا كل من يرمي حجر على عدو أنا بقول له شكرا. هل أنا بقول له شكرا يبقى أنا موافق على عقيدته؟ هل أنا موافق على الأمور اللي بيقولها؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ فلا بد من تفكيك الأمور، لأن المسلمين في حيرة كبيرة جدا، وكل شباب تلاقيهم قاعدين والناس عمالة تقول أهم. الأمر بسيط، ابدأ كده إيه، حدد الأمور، حدد الأمور. ها؟ إحنا عندنا عدو متربص بهذه الأمة يريد إلغاء الأمة من على وجه الأرض. ها؟ ومن ضمن الأمور المهمة جدا اللي يوصل للي هو عايزه يعمل إيه، يخلينا إيه، الإخوة الأعداء، الإخوة الأعداء. وصلت الرسالة؟ وصلت مش كده؟ وصلت. نتكلم بقى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته. قوة الشخصية والشجاعة الاثنين صفتان متلازمتان لمن أراد أن يعرف الشجاعة، لأن لها مرتكزات مهمة جدا. قوة الشخصية، الإنسان السوي غير الإنسان الضعيف. الإنسان السوي هذا يحب أن يتحلى بكل الصفات التي توصله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت عنده علاقة طيبة مع مين؟ مع الناس، عنده تواصل طيب. المؤمن صلى الله عليه وسلم كما عرفه سهل هين لين. في رواية بيقول لك مثل الناقة لو أن أختها على صخرة صماء لاستنيخت، يعني سهل كده، ما عندوش جدل، أموره بسيطة. وحب الخير للناس، بيحتك مع الناس مع أفراد المجتمع، وبيقرأ قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بينظر لنفسه كده في المرآة ويقول اللهم كما جملت صورتي فجمل إيه، كما جملت خلقك جمل خلقي. هيأ ربنا سبحانه وتعالى هذه الصورة، تكوين الجسم بكل تفاصيله، ليه؟ ليتقوى بذلك الجسم على طاعة مين؟ الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت بينظر إلى الكتاب المفتوح كون ربنا وفي الأرض آيات للموقنين. طيب استكمال هذا الجسد، واحد بيلعب رياضة كل يوم، بيأكل أكل هيلثي ممتاز جدا جدا، لكن ينفع يكون بدون أخلاق؟ ما ينفعش، مش كده؟ في ناس بيبقى ضخام الجسم كده لكن ضعيف جدا، كان هاشم الرفاعي اللي قتله جمال عبد الناصر، الشاب الأزهري الشاعر ده، كان يقول من كل شحط أطال الله قامته لا يصلح إلا لجر الحناطيري، مش كده؟ زي دلوقتي الشحطة بيعملوا إيه؟ بيرقصوا ويغنوا في بلادنا، فيش إلا كده. في الحقيقة، لأن الشجاعة يا جماعة أمرين مهمين، إيمان مكين وتفكير إيه؟ سليم. ممكن واحد يكون صغير كده لكن يرعب بلد، مش كده؟ يقول لهم أنا جيت لكم وانا بعرف لغتكم وانا يرعبهم، مجرد بس ينظر لهم بعينه كده يرعبهم. اشتغلوا عليه صفاته النفسيه وصفاته البدنيه وصفاته المش عارف ايه، وقصص بقى بيشتغلوها. فالمسلم لابد يستكمل البنيان هذا بايه؟ بالاخلاق التي ترفع قدره ويتطبع عليها بايه؟ بالشجاعه. الشجاعه ده خلق عظيم جدا، وللأسف الشديد كل الناس بيدعوا أنهم شجعان، مش كده؟ في ناس تقعد معاهم يحكي لك حكايات كده أنه عدى البحر وما نبلش كده يعني، وعمل وخلى وضرب أنت مصري؟
انا فكرتك مصري عشان المصريين اللي فاهمين الكلام ده بالظبط. انا قلت المصري اللي فاهم الكلام ده، يعني شجاع ما بعده شجاعه يعني، وهو بسيط جدا يعني. لكن العلماء بيقولوا ان الشجاعه هي راس المكارم، راس المكارم، وجعلوها اصل الخير، اصل الخير في ايه؟ في ثبات القلب ورباطه الجأش. ليه؟ لانه عارف انه رايح عند مين؟ عند ربنا، هي حياه واحده. بعض العلماء قال ان كل كريهه ترفع الانسان. ليه؟ لانه كل كريهه حرب، كل بلاء، كل امر من الامور الصعبه، احنا بنقول كده الضربات التي لا تكسر الظهر تعمل ايه؟ تقويه، تديله القدره انه يشتغل، او مكرمه بيكتسب الانسان منها الشجاعه. اشجع الناس على الاطلاق انبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه. والا قول لي بربك كده، يبقى ربنا يرسل رسول في وسط قوم كلهم كافرين ويقف وحده ينادي في الناس ويقول لهم قولوا لا اله الا الله، مع انه عارف انه هينضرب ويترمى في النار ويتشق بالمنشار وتنقطع رقبته زي يحيى عليهم الصلاه والسلام اجمعين، لكن يقف بشجاعه وهو يدعوهم الى ايه؟ الى الاسلام. سيدنا نوح عليه السلام واجه قومه 950 سنة في سورة العنكبوت، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. بيعمل إيه؟ عشان ما فيش حد فينا يجي يقول إن نوح كان بيدعي مرة كده ويهرب منهم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. عشان واحد يقول لك ده إيه، ده بيخوفهم من النار؟ لا، ده أنا كنت بحببهم فيك وبقربهم من رحمتك. جعلوا أصابعهم، حد بيحط صبعه في ودنه؟ مفيش، مستحيل يعني. لكن كناية على إيه؟ على عدم السماع. واستغشوا ثيابهم، يحطوا ثيابه على وجهه. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم. كانوا يعملوا إيه؟ يضربوه إلى أن يفقد الوعي، لا يجهزوا عليه. إنما يريدون إيه؟ الكفار دايما عايزين إيه؟ عندهم انتقام، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يلفوه في حصير ويرموه في الصحراء في الشمس المحرقة عشان إذا ماتش من الشمس تأكله السباع الضرير. لكن الله سبحانه وتعالى بفضله يعيد له الحياة مرة أخرى ويعطيه القوة مرة أخرى ويعود مرة ثانية يدعو قومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. شيء عجيب جدا. هل في واحد في الدنيا لو جد مسجد كده وقلت درس للناس والناس زعلوا منك وبدأوا يطلعوا عليك إشاعات، تاني مرة ترضى تجي لهم؟ والله العظيم أنا مرضى أجي لهم. إيه رأيك بقى؟ أنا نفسي بقول للناس دي ما تستاهلش أعلمهم. ها؟ بشر، البشرية كده، إحنا بشر، مفيش خير محض ومفيش شر محض. خير المحض في الجنة والشر المحض في النار، إنما البشر عنده الاثنين بيتراوح بينهم، وبيزيد هذا بإيمان ويقل هذا بالغفلة أو الإيه؟ المعصية. أمر معلوم يعني. إبراهيم عليه السلام يعني بكلام الملائكة قالوا له يا رب عبدك الذي يوحدك في الأرض وحده هيرموه في النار، هتسيبه لوحده؟ وقف قدامهم وعارض أبوه وعارض الدنيا كلها، الدنيا كلها أمام طاغية كبير جدا النمرود. والله سبحانه وتعالى نصر وجعل هذه الإيه؟ النار بردا وسلاما عليه. كل الأنبياء ربنا يقول الذين يبلغون رسالات الله، دول الأنبياء وأتباع الأنبياء الصادقين. مش شرط تكون شيخ عشان تبلغ، عشان تكون عارف أنت عندك رسالة، أنت تعرف أن ربنا إله واحد، مش كده؟ اتفرجتوا على البت الأسترالية دي اللي بيتكلم تشات جي بي تي وقول لي عرفني كده من هو الإله؟ هل الإله الواحد القدير على كل شيء؟ طب وهل عيسى إله؟ لا، عيسى عبد الله ورسوله. طب هو أعظم دين يعني قريب من دين عيسى مين؟ الإسلام. طب أحسن ناس أخلاقا مين؟ المسلمين. هيكفروه تشات جي بي تي، هيكفروه زي ما عملوا كده في مشكلة فلسطين وإسرائيل، هيكفروه. يعني ولو شيء بسيط جدا جدا تستطيع أن تحققه، لا إله إلا الله بس، تعرف الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله بس، أمر بسيط جدا يعني. قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه
رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يضع في نصب عينه أحد يستطيع أن يؤذيه إلا الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أعطاه شجاعة يعني فوق ما تتخيل، حتى قال البخاري في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ثلاث صفات دول، لا بخيل ولا كذاب ولا ايه ولا جبان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عليه سيدنا علي في المعارك يقول كنا اذا حمل وطيس يعني اشتد البأس في المعركة، يعني استحر القتل في الناس من الطرفين المسلمين وغيرهم، كان الشجاع فينا. الشجاع فينا مين؟ من يقاتل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو فين؟ في المقدمة. المفترض القادة بيبقوا عاملين ازاي؟ اللي راح فيكم الجيش يعني ما بالتأكيد شاف الحاجات دي، بيبقى قاعد فوق كده على التلة، في مكيف ومبسوط والعساكر بيتدبحوا. مش كده، مش كل بتاع ده بيجي تلاقي النت مستخبي تحت الارض والتانيين بيندبحوا. عادي خالص يعني. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان اقرب الناس الى العدو صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام سمع اهل المدينه صوت ارتجت منه المدينه، صوت زي الرعد او شيء كده، لكنه لم يكن رعدا. خرج الناس قبل ما لبسوا كده، لقوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راجع وراكب الحصان من غير السرج بتاعه، ماسكه من ايه؟ من شعره. وبيحكوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان بيركب الحصان وهو بيجري، يعني كان عنده لياقه بدنيه، مش زينا كده تتبع السلم تنهج، لا 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 لا، كان عنده لياقه بدنيه قويه جدا صلى الله عليه وسلم. يمشي من المدينه، تخيلوا عنده 62 سنه ولا 61 سنه من المدينه لحد تبوك، 1000 كيلو يا راجل، في شهر 7 في الحر، مفيش مكيف ولا حاجه، وفي جمل كل ثلاثه يركبوا شويه، هو واحد منهم. حتى لما مرثد ابن ابي مرثد وسيدنا علي الاثنين قالوا له يا رسول الله انت كبير في السن واحنا شباب، فقال انني احوج للحسنات منكم كما انتم تريدون ان تاخذوا الحسنات. انا ماشي كمان، مش اعمل بقى فيها شيخ بقى ومطمطم، لا يا حبيبي، كل واحد بيشيل ايه؟ بيشيل حمله على كتفه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا هذا الامر. رجع صلى الله عليه وسلم استبرأ الخبر وكان في عنقه السيف ويقول للصحابة لا ترعب، متخافوش، خلاص أنا تبينت الأمر صلى الله عليه وسلم. لذلك عبد الله بن عمر يقول ما رأيت أشجع ولا أنجد، يعني أسرع في النجدة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى دول الخنق دي، نجدت حد ولا لا؟ لا نجدت الصهاينة من الجوع. والله نجدتهم من الجوع وبالفلوس. كلكم تسمعوا عن الامارات اللي كان بيودي لاخوانه الصهاينه لما ماتوا في اول المعركه، كان بيدي كل واحد منهم مش عارف قد ايه، صدق بكم، تصدق عليهم بكم مليار ولا كم. لا اله الا الله، مش كده؟ لا اله الا الله، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم. امثله الشجاعه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا، في غزوة بدر وغزوة أحد وغيرها من الغزوات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انضرب ضرب شديد جدا في غزوة أحد، وكان هو هدف لمين؟ للمشركين، حتى شج وجهه وكسرت وضعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين. كلكم يعرف الصحابي اللي كان بيشدها بسنانه، أبو عبيدة بن الجراح لما أذكر، إذا كنت فاكر الاسم يعني، وهو بيشدها كسرت سنانه، سنانه طلعت وبيطلع الحديده اللي دخلت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في بئر كان صنعه واحد اسمه ابو عامر الفاسق. ابو عامر الفاسق هذا زي حكام العرب كده بالظبط، كان على علاقه بالروم، بيعمل مؤامرات ضد المسلمين، وابنه مين؟ ابنه حنظله غسيل الملائكه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كان عامل حفر ومغطيها بأوراق كده، وقع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكفار وجدوا رسول الله وقع، فكلهم بدأوا يصوبوا السهام على رسول الله. مين اللي أنقذه؟
أبو دجانة. أبو دجانة نام، سماك ابن خرشة رضي الله عنه، نام على البئر هذا فأصبح ظهره مثل القنفذ من شدة السهام التي دخلت في إيه؟ في جسده، حماية لمن؟ لأشجاع الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كان كده صلى الله عليه وسلم. مواقفه كثيرة جدا، حتى في يوم حنين، كلكم يعرف يوم حنين، لما النبي فتح مكة كان معه 10,000 صحابة، لما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما هذه شجاعة، لأنه قادر. العفو عند المقدرة دي الشجاعة، صح ولا إيه؟ إنما القادر ويبدأ يعذب ويتعب الناس، ده واحد خسيس. هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده القدرة إنه يعاقبهم، لكن قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني من هول ما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم 2,000 واحد، منهم الذي أسلم حقيقة، ومنهم اللي قال لك إيه صوت مع الأصوات، الجماعة اللي انت عارفهم دول الإمعات، ما هو كده ولا كده إيه الدور على الكفار، فخلينا ندخل الإسلام. وطلعوا كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ماشيين في الطريق. في حديث في النسائي بيقول لا يهزم جيش فيه 12,000 من قلة. 12,000 من إيه؟ من قلة، يعني معنى كده أن هم إيه؟ عددهم كبير. وطلع أعدائهم، مالك بن عوف، طلع الرجال والنساء والأطفال والمال والذهب والأغنام والإبل وكل شيء، حتى الرجل العجوز دريد بن الصم ده كان رجل طائم في السن، وقال له ما لا تفعل ذلك، خلي لك يعني رجعة. قال له لا لا، نطلع كله عشان الناس تقاتل تموت، يا اما تنتصر يا اما تموت. واختبأوا لهم بين الجبلين. المسلمين ماشيين بقى اعجبوا بكثرتهم، اول مره جيشهم يوصل ل 12,000. وانتم من امتى انتصرتوا؟ ها؟ بالعدد ولا بالعتاد؟ طب ما عندكم في القرآن كتير نزل عليكم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن. لما تحط ربنا سبحانه وتعالى في ذهنك وفي عقلك أنه الناصر المعين، مفيش حد يقدر يقف قدام قدرة ربنا سبحانه وتعالى. بدأوا يفكروا، قالوا لا يهزم جيش فيه 12,000 من قلة أبدا. أول ما دخلوا بين المضيق هذا بدأ يضربهم بالسهام. اللي حصل من المسلمين، حصلت لهم مشكلة كبيرة جدا، بدأوا يهربوا كلهم. عارف اللي ثبت مع النبي كم واحد؟ 11 واحد أو 12 واحد. وبدأ النبي ينادي في الناس، يقول لهم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لكن صوته لا يصل جنبه عمه العباس وكان جهوري الصوت، يعني ممكن ينادي من هنا يوصل إرفاين ما شاء الله. كان ينادي الخادم بتاعه من على الجبل سلع في آخر المدينة، والتاني في الناحية التانية كان يسمعه حاجة يعني. قال له عباس نادي. طب هذه المناداة، والكفار عايزين يقتلوا القائد مش كده، بيدفعوا ملايين عشان يقتلوا القادة، إذا ما فيش حد باعه بيدفعوا ملايين يعني، وحتى اللي باعه بياخد مقابل لي. لكن وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجاعة، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فعادوا مرة أخرى فنصرهم الله. وربنا لون ذلك في سورة براءة، قال ولقد نصركم الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم وليتم مدبرين. وبعد كده نزل السكينة على الرسول وعلى المؤمنين، ثم جاء إيه النصر من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من مشاهد شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ناحية نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت القيلولة في واد كثير العظاء، شجر كده فيه شوك، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه بغصن من أغصانها، وتفرق الناس راجعين بقى من المعركة، كله تفرق الناس في الوادي يستظلون تحت الشجر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم، واحد من الكفار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ونائم، لقى السيف متعلق، خذ السيف ووضعه على مين؟ على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف الكافر مسلط على مين؟ على رسول الله. فقال من يمنعك مني؟ مين يحميك مني دلوقتي؟ مين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالواثق
عارف ان الحياة والموت بإيد ربنا؟ قال له الله سبحانه وتعالى. قال فوقع السيف من يده، اهتزت ايده من قوة ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزة كذلك من الله. والشجاع دايما صاحب الحق دايما شجاع، مش كده ولا ايه؟ ولا خوفوكم انتوا ارهابيين وهم اصحاب الارض، هم ملاعين ارهابيين ولاد 60 في 70. هذا هو، هم الارهابيين، هم الارهابيين واحنا اصحاب الارض. ويوم هم عارفين قريب قوي، مش اكتر من 3 سنين 4 سنين، مش هتلاقي كلب منهم على حبة رمل في بلاد المسلمين ان شاء الله، ان شاء الله يعني. قال له الله، وقع السيف من يده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ السيف وضعه على رقبته قال من يمنعك مني؟ ما انت كنت فتوه، ما انا كنت هعمل واكتحها في 3 ايام مش عارفين يدخلوا، 3 محاولات مش عارفين يدخلوا، مش كده ولا ايه؟ الله يذلهم، الله يذلهم ويذل حكام العرب الذين معهم. فقال له ايه؟ قال له يا محمد كن خير اخذ. هو دايما كده الخسيس الندل كده، زي لما تزنقه في الركن يهر على نفسه، يا محمد كن خير اخذ. قال له خلاص لا اراك في يوم من الايام تحاربني او تحارب احدا من المسلمين. قال اعطيتك الوعد. قال له اذهب، روح اخرج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان بيهتم كذلك بقوته البدنية، القوة البدنية. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أي عمل من الأعمال الشاقة ما كانش يجلس ويسيب الصحابة يشتغلوا أبدا. لما جم الكفار عشان يحاصروا المدينة في غزوة الخندق، قال لكل واحد من الصحابة يقعد 2 متر مكعب، وهو صلى الله عليه وسلم جاب المعول وبدأ يعمل ايه؟ يكسر الصخر صلى الله عليه وسلم ويحمله، والتراب ينزل على جسده الشريف حتى رأوا سوادا تحت ايه؟ تحت إبط رسول الله. التراب نزل وهو أبيض صلى الله عليه وسلم، مع العرق عمل ايه؟ عمل زي الطين كده، وهو يعمل معهم صلى الله عليه وسلم. وهذا كان أعطاه قوة كبيرة جدا. ولما اعترضت الصحابة صخرة ما استطاع أحد أن يكسرها، يروح النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، أحلك الظروف، شوف المسلمين ضعفاء، ربنا يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. الخايف، لو أنت قاعد خايف في غرفة ظلمة كده ولا حاجة، تلاقي إيه؟ هناك رايحة جاية في عفريت ولا في، مش كده؟ بيحصل، بيحصل. وبلغت القلوب الإيه؟ يا الله، الخايف من شدة ضربات القلب كأنها طلعت فين في المكان ده؟ ربنا بيعبر كده عنهم، بيعبر عنهم. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حد قادر يكسرها، يضرب ويقول بسم الله، ينكسر أول تلت فيه يقول الله أكبر، فتحت لي قصور المدائن. مدائن مين يا سيدنا رسول الله؟ ده احنا مرعوبين، جعانين، بردانين، حالتنا زي حالة المسلمين الآن، حالة صعبة جدا جدا. يضرب الثانية الله أكبر، فتحت قصور الشام، الله أكبر. يضرب الثالثة الله أكبر، فتح أعطيت مفاتيح اليمن، الله أكبر، الله أكبر. بيبث الأمل لأنه عارف أن المستقبل القادم هو مستقبل الإسلام، مستقبل هذا الدين. ربنا ما جابوش عشان يجعله دين مندثر، لا أبدا أبدا، ليظهره على الدين كله. والظهور نوعين، إما ظهور سلطان قوة وهذا آت إن شاء الله، وإما ظهور بيان وحجة. الحمد لله، هات أي حد يكلم المسلمين في أي شيء، كلكم اتفرجتوا على ديدات وذكر نايك وغيره، وهات أي عيل صغير يعرف يعني حاجات بسيطة في العقيدة، وهات أكبر قصة عندهم ما يعرف أي شيء، هات أعظم قصيص عندهم مش حافظ الإنجيل بتاعهم، وحتى لو هو كاتبه، هو اللي عامل النيو تستمنت بتاع كل 5 سنين دي، يخترع لهم آية جديدة. عندنا عيال عندهم 6 سنين و7 سنين عندهم القرآن من الجلدة للجلدة، من الجلدة للجلدة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيبث الأمل. الأمر الثاني كذلك القوة البدنية،
قابل واحد اسمه ركانة. ركانة هذا كان أكبر مصارع في المدينة، يعني زي محمد علي كلاي زمان كده اللي هو بطل العالم. فركانة طبعا هذا قبل يعني أن يحرم الرهان، خد بالك، فقال: يا محمد أتصارعني على هذه الأغنام؟ صارعني عليها؟ فغلبه رسول الله، فقال له: لا، أنت أخذتني على أخوانا. مرة ثانية راح غلبه تاني، قال له المرة غلبه المرة الثالثة. المرة الثالثة كان أحد المشايخ في الثلاثينات دخل قهوة مصرية، كان بيدعي الناس، الإمام البنا رحمة الله تعالى عليه. والناس زمان في الثلاثينات كان في اسمهم الفتوات، جماعة بتوع بتفرج عليهم في التمثيليات المصرية القديمة دي، عنده عصاية، هو بلطجي كده بيغب من الناس إتوات والحاجات دي. فقال لك: أفكر أكلم الناس دي عن إيه؟ كلمهم عن حادثة ركانة دي، وعرضها عرض حلو كده، مفيش وقت طبعا يسعفنا لذلك، يعني عرضها حلو. فكبير المعلمين قال له إيه؟ قال له: اللهم صل على أجدع نبي. اللهم صل على أجدع. ما هو بقى هو مفهمش لغة الإيه؟ القوة، واخد بالك؟ هو مفهمش إلا كده لغة القوة. الله يرحمه، يعني كم من الرجال الذين هداهم الله الإسلام مات في معتقل جمال عبد الناصر لعنة الله عليه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا في كل شيء، قويا في بدنه، قويا في شجاعته، وده مصدره الأساسي، إنه لا يخشى أحد إلا مين؟ إلا الله. كلما كان الإيمان مكينا في قلب العبد المسلم كلما كان عنده شجاعة لا يخشى شيئا، لأن الموت والحياة بإيد مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. الموت والحياة، والله لو اجتمع العالم كله على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما يستطيعه. ورد عن بعض الحكام، أظن أحمد بن طولون أو كده، كان رجال اعتقلوا أحد الشباب، اعتقلوا أحد الشباب، وهذا الشاب كان وحيد أمه، فلما جاء رمضان أرسلت إليه رسالة استعطاف، فنادى الكاتب عايز إيه؟ عايز يديله الإعدام. فكل ما يجي يمل الكاتب يقول له إيه؟ يقول له: أطلق سراحه. يحصل له لوسة في دماغه كده، يسهى، ويقول له إيه؟ يقول له: أمرنا نحن أحمد بن طولون أن يطلق سراح هذا الشاب، فأطلقه الوزير. بعد يوم دخل الوزير سأله: ماذا فعلت مع الشاب؟ قال: أطلقت سراحته. سراحه؟ كيف تطلق سراحه؟ لقد قلت لك أعدم. قال: لا، لقد أمليت علي كذا وكذا. قال: أعتقله وأتي بورقة أخرى. ومن لا أطلق سراحه. قال: يا أمير، إنك قد قلت لي أطلق سراحه. قال: مزق هذه الورقة واكتب الثالثة. وقال في الثالثة: أطلق سراحه. فقال: يا أمير، لقد قلت في الثالثة أطلق سراحه. انتبه في هذه اللحظة وقال: من حكم الله له بالحياة لا يستطيع أحدا أن يأخذها منه أبدا. وأكبر مثال على ذلك خالد بن الوليد، كم معركة؟ 100 معركة، ما فيش شبر إلا في طعنة وضربة ورمح وسهم وسيف، ومات على فراشه، ومات على فراشه. فالشجاعة أمر مهم جدا، وموطنها الحقيقي، موطنها الحقيقي هي شجاعة الإيمان والقوة التي تستخدم في طاعة الله، في الجهاد في سبيل الله، وفي أعمال الخير التي يقدمها المسلمين لخدمة الإسلام. الشجاعة كمان بتلزمك أن أنت لا تستأسد على الضعيف. اللي بيستأسد على الضعيف ده خسيس. سيدنا النبي ما ضرب خادما ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، بس غير ذلك ما يفعل هذا أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الخلق العظيم. شجاع الآن في عصرنا بقى، في وقتنا ده، إن الواحد يقول الحق، يكون تحت راية الحق، مظبوطة ليه؟ تحت راية الحق. الشجاعة إن أنت تفكر التفكير السليم بعيد عن العواطف. الشجاعة أن تعرف أن الصهاينة والغرب المجرم هم عدوك. الشجاعة تجعلك تتعالى عن المذاهب الفكرية اللي عند المسلمين إلى حالة واحدة، الآن
لو جه صاروخ ولا جه دانة ولا جه اي حاجه من المدفعيه بتاعتهم دي، هتقول للسني تعالى على جنب والتاني تعالى على جنب؟ هقتل السني واسيب التاني ولا اقتل الشيعي واسيب الاثنين سوا؟ مش كده؟ الشجاعه ان تعي الموقف. انا عارف ان الموقف الان موقف محير جدا، لكن انا ذكرت لك ان في ثلاث مشاريع، مشروعين شغالين على خدم وساق ومشروعنا مختطف. نسأل الله أن يوقظ هذه الأمة وأن يحني فيها الشجاعة لعودة الإسلام الحقيقي إلى الأرض، حتى يسوق الناس إلى هداية ربنا سبحانه وتعالى وإلى الصراط المستقيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.